الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. حياكم الله وبياكم وبارك في خطائي وخطاكم. أسأل المولى أن نكون وإياكم والأخوات من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأسأله أن نكون وإياكم ممن يشتري رحمة الله في كل أوقاته وعلى كل أحواله، وأسأله أن نكون وإياكم ممن جعل هذه الأنفاس لله، حياته لله، خطواته لله، لسانه لا يحمل إلا ما يرضي الله، وبصره لا ينظر إلا فيما يرضي الله. فلا خير في حياة نحياها لا نريد بها وجه الله. فأعظم نعمة في هذه الحياة نشعر بها ونتلذذ بها هي التوبة في كل وقت وعلى كل حال. فالعبد مطالب بالمجاهدة، مطالب بالتوبة، مطالب بالثبات على هذه التوبة ليلقى الله عز وجل بقلب سليم، ليلقى الله عز وجل وهو من أهل الثبات الذين علموا أننا ما خلقنا عبثا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأعظم ساعة تمر عليك هي تلك الساعة وأنت تلبي نداء الله في كل وقت وعلى كل حال. أعظم ساعة تمر عليك هي تلك الساعة التي تنصرف فيها عن المعاصي والشهوات لله عز وجل. فهذه هي العبادة، أن نعبد الله عز وجل ونكون وإياكم من المحسنين الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه يعلم أن الله يراه، يجاهد نفسه ويقبل على الله إقبال الصادقين، ويقبل على الله إقبال التائبين، ويقبل على الله إقبال المتعطشين إلى ما عند الله عز وجل، فيكون من أهل الثبات وأهل الصدق. كم نحزن والله، كم نحزن ونحن نسمع ونرى عن مآسي كثير من الشباب، الشباب والفتيات الذين انساقوا وراء الشهوات، انساقوا وراء الصوارف والملهيات، اتبعوا خطوات الشيطان وانصرفوا عن طاعة الرحمن، يبحثون عن السعادة والمتعة فسقطوا في بحر الهموم والأحزان. حدثني أحد المشايخ الفضلاء يقول: كنت في إحدى محاضراتي في إحدى الدول القريبة، وبعد المحاضرة وأنا في طريقي إلى سيارتي، وإذا بشاب هيئته مبتذلة، شكله محزن، يمسك بيدي وهو يردد: أرجوك قف، قف ولو لحظات، إني أعاني من مشكلة، لعلك تسمعني وتتصبر علي. حتى بدأ يبكي بكاء مرا، أمسكت به وأخذته بسيارتي وأنا أسأله: ما الذي جاء بك إلى هذه البلد؟ حتى بدأ يحدثني وهو يقول: لقد جمعت أموالا وجئت مع أصحابي، جئت إلى هنا منذ 5 أشهر، ولا أخفيك كل شيء هنا تعلمته، لقد مارست كل شيء، آخر ما مارسته الهيروين والمخدرات، أخذتها والله فقط حتى تنسيني، حتى تنسيني ما أنا عليه، وأنا والله لم آتي من أجلها، بل جئت كما يأتي الكثير من الشباب بحثا عن المتعة في فنادق الرقص والغناء. لقد صرفت كل ما عندي من أموال، تعلمت أساليب النصب والاحتيال، لقد وصل بي الحال إلى أن
إلى أن رهنت كل أوراقي وجواز سفري، كل هذا والله من أجل الخمر والسهر والقمار. لقد أصابني من الحزن والضيق ما يعلمه إلا الله، فكرت كثيرا في الانتحار. أسألك بالله كيف الخلاص؟ أريد العودة إلى حياتي، أريد العودة إلى والدتي التي تنتظرني، أريد العودة إلى طبيعتي، أريد التوبة. والله لو عدت لن أفارق المسجد، ليس معي من الأموال شيء، جوازي ليس معي، ليس معي من الأوراق الثبوتية شيء، كيف أخرج من هذه البلد؟ لقد أسرفت على نفسي، حتى بدأ بالبكاء والأنين وهو يردد: مللت مما أنا فيه، لا تتركوني في غفلتي، هذا هو رقم هاتفي، فلا تدعوني، لا تدعوني، فالشيطان يلازمني وجلساء السوء يطاردوني. أريد مجالستكم، أريد أن أكون معكم، أشركوني معكم لعلي أهتدي بهديكم وأستقيم كاستقامتكم. هل لي من توبة؟ لقد فرطت كثيرا، لقد أسرفت كثيرا، أسرفت كثيرا. فلم يتمالك نفسه بالبكاء، فقلت: مهلا مهلا، هون عليك يا أخي، إنها لحظات الندم، لحظات الدموع، دموع الندم والحنين، هي دمعة ندم من عبد ذاق حلاوة الإيمان، ذاق حلاوة التوبة وعرف طعمها، هي دمعة ندم من عبد عرف طعم الحياة وذاق طعم السعادة والراحة، هي دمعة ندم، دمعة تطفئ حرقة الذنوب والعصيان وتخفف مرارة البعد والحرمان، هي دمعة ندم تشعر بالأمان والحنان، هي دمعة ندم تمر على كل من أسرف على نفسه، فمنهم من يقف عند هذه الدمعات ويستثمرها لله، ومنهم من لا يبالي بها. هي دمعة من عبد انحرف فبادر واعترف، ومن عبد أجاب فأناب وراجع فتاب، هي دمعة ندم من قلب انفطر يعشق السحر، يا ترى ربي غفر. دمعة من القلب تسري وعلى الخدين تجري لتعلن فك أسري، قاتل الله، قاتل الله المخدرات، قاتل الله المنكرات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أصبح الكثير من الشباب يتساهلون فيها ولا يبالون بعاقبتها، أصبح الكثير من الشباب يتعاطونها حتى في أيام الاختبارات. مساكين هؤلاء يظنون أنها هي من أسباب النجاح، هي من أسباب النجاة، هي من أسباب الرجولة، يبدأها بلحظة طيش ولحظة غفلة ولحظة شيطان لتنتهي حياتهم بالخذلان. أسألكم بالله يا شباب، هل رأيتم صور المدمنين وهم ميتون أثناء أخذهم للجرعات، ولم يتم اكتشافهم إلا بعد أن تعفنت أجسادهم؟ شاب في الثلاثين من عمره زاد من جرعة المخدر فانفجر مخه، ووجد بعد ثلاثة أيام متعفنا في غرفته. أتدرون على أي حال؟ وجد ساجدا على قطع من المخدرات وقد تحجرت الدماء في وجهه، فأصبح وجهه أسود كالفحم. هذه هي المخدرات وحبوب المخدرات، لحظة خطر، نشوة مؤقتة، ما إن تجربها حتى تدمن عليها لتقلب حياتك إلى جحيم لا يطاق، لتكون أسيرا لها، تحيا من أجلها وتعيش من أجلها. فيا حسرتا على أحوال بعض الشباب، يا حسرتا
على من لم يبالي بالمخدرات، يا حسرتاه على من أغراه الجلساء، يا حسرتاه على من تلاعب في عقله أصحاب تلك المنكرات. أمسكت به وأنا أقول له: أبشر أيها التائب، أبشر أيها العائد، أبشر إلى حياة السعداء، فإن الله يناديك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أبشر أبشر أيها التائب فإن الله يناديك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا، لأن الله هو من يغفر الذنوب جميعا. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أبشر أيها التائب فإن الله يناديك. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. أبشر أيها التائب فإن الله يناديك. إن الحسنات يذهبن السيئات. أبشر أبشر أيها التائب فإن أرحم الراحمين ينادي: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أبشر أبشر أيها العائد فإن الله يناديك: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أبشر أبشر أيها التائب أبشر فإن الله يناديك: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أبشر يا ابن آدم أبشر أيها التائب فإن الله يناديك: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. أبشر أيها العائد فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أبشر فإن الله يفرح بتوبة التائبين. أبشر فإن أنين المذنبين أحب إلى الله من سجع المسبحين. أبشر ولا تتردد بالعودة والرجوع، كل الطرق مسدودة إلا باب التوبة، باب الرجاء والأمل. كل الطرق مسدودة إلا باب الرجاء والأمل، فسبحان من فتح باب الأمل. فما أتعس هذا المسكين حين يتمادى في المنكرات ويتمادى في الشهوات. انتبه أيها الشاب، انتبه، فلا تسرف على نفسك بالمعاصي فتكب في وجهك في هذه المحرمات ولا تبالي. فرق بين شاب نشأ في طاعة الله وشاب نشأ على القنوات والألحاء، فرق كبير بين من إذا ترددت التوبة في قلبه دفعها واستثمرها، وبين من إذا نادته للعودة والرجوع تردد وخذلها. حمدان، حمدان شاب أسرف على نفسه بالمعاصي والآثام، لم يعد يبالي حمدان بالخطيئة، أصبح منقادا لها. لم يعاتب حمدان نفسه يوما من الأيام، كان يسارع إلى المحرمات ومقارفة المنكرات، وصل إلى حال بلغ فيها الفزع منتهى والقلق أقصاه، فتجد أثر ذلك على قسمات وجهه ومحيئة. كانت والدة حمدان تعلق به الآمال بعد أن توفى والده، ولم يبقى لها إلا حمدان، تراه قرة العين، فتلح على الله بالدعاء أن يمن بالهداية على حمدان. كم تتمنى أن يستقيم حمدان وأن يداوم على الصلوات، كانت تدفعه دوما للصلوات، كانت تدفعه دوما وتلح عليه للصلوات. لكن للأسف يخرج حمدان من البيت عند النداء ليس للمسجد بل من أجل خاطرها، ليتجول بسيارته حتى تنتهي الصلوات.
لم يركع حمدان لله ركعة منذ زمن، لم يحرك للمسجد خطاه منذ سنوات. كم من السنين مضت وهو لم يصلي، كم يشعر بالحرج إذا مر بجانب المسجد، مسجد الحي الذي يسكنه. كانت مئذنة المسجد كأنها تخاطبه وتناديه: متى؟ متى تزورنا يا حمدان؟ متى تتوب؟ متى تقبل كيما يفوح القلب بالتقى؟ متى تعود؟ متى؟ كيما تحس راحة ما لها انتهى، كيما تذوق لذة الرجاء، ليشرق الفؤاد بالسنى، لتستنير الروح بالهدى. متى؟ متى تتوب يا حمدان؟ تمر الشهور وحمدان يتردد بالتوبة والرجوع، حتى أقبل شهر الخير، أقبل شهر رمضان، شهر رمضان حيث تصفد مردة الشيطان. صوت الحق ينادي في الآفاق مالئا الكون رهبة وخشوعا، وصوت ينبعث من مئذنة مسجده، وصوت حزين يرتل آيات الذكر الحكيم. الراحة، الصلاة، وكالعادة والدة حمدان تبكي في كل يوم بين يديه. الصلاة يا حمدان، نحن في شهر المغفرة يا حمدان، نحن في شهر التوبة يا حمدان، صلي يا حمدان. الصلاة يا ولدي، كم أتمنى أن أرى فيك نور الطاعات، هيا معي لنصلي التراويح. لكن حمدان كان يوصل والدته للمسجد، لكن نداء التردد في قلبه لا يزال يمر بجانب المسجد ولا يبالي بأهمية الصلاة. استوقفه أحد الشباب الطيبين عند بعدما دخلت أم حمدان مصلى النساء، ووقف حمدان يتردد أيدخل أم ينصرف كعادته، فإذا بأحد الشباب الطيبين يقول له: ما رأيك أن ندرك الصلاة؟ هيا يا أخي، هيا لا يهزمك الشيطان. أراد حمدان الاعتذار، لكن الشاب الطيب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرات يجري في عروقه، بدأ يلح عليه، بدأ يلح عليه: يا حمدان هيا إلى الصلاة، هيا لتتصل بربك. كانت روح حمدان تغدو كعصفور صغير ينتشي عند الصباح، روحه تريد أن تشق طريقها نحو النور بعد أن أضناها التجوال في أقبية الضلال. وبعد إصرار من هذا الشاب يدخل حمدان المسجد بعد فراق طويل، فماذا يجد؟ عيونا غسلتها الدموع وأذبلتها العبادة، وجوها أنارتها التقوى، مصلين قد حلقوا في أجواء الإيمان. كانت قراءة الإمام حزينة مؤثرة، في صوته رعشة تهز القلوب. ولأول مرة بعد فراق يقارب 7 سنين يحلق حمدان في ذلك الجو. لم يستطع حمدان إكمال الصلاة، لم يستطع إكمال صلاة التراويح، فقد امتلأ قلبه رهبة، تراجع إلى الخلف والناس يصلون، وحمدان يتراجع يستند إلى سارية قريبة منه يتنهد بحسرة، مخاطبا نفسه: بالله كيف يفوتني هذا الأجر العظيم؟ أين أنا من هذه الطمأنينة؟ أين أنا من هذه الراحة؟ ثم انخرط في بكاء طويل. ها هو حمدان يبكي، ها هو حمدان يبكي بكل قلبه، يبكي نفسه الضائعة، يبكي حيرته وضياعه سنوات، ها هو حمدان يبكي أيامه الماضية، يبكي مبارزته الجبار بالأوزار. كان قلب حمدان يحترق، فكأنما جمرة استقرت بين ضلوعه فلا تكاد تخبو إلا لتثور مرة أخرى. إنها حرقة المعاصي، إنها حرقة الآثام. لك الله أيها المذنب المنيب، لك الله أيها المذنب المنيب، كم تقلبت في لظى العصيان بينما روحك كانت تكتوي بظمأ الشوق إلى طريق الإيمان.
كان يبكي حمدان، كان يبكي كما يقول الإمام، يبكي كبكاء الثكلى. لقد أخذته موجة ألم وندم أرجفت عقله، فطبعت في قلب في ذهنه طبعت في ذهنه أن الله لن يغفر له. تحلق بعض الشباب حوله، سألوه عما دهاه، فلم يشأ أن يجيبهم، فقد كان يعيش تلك اللحظات مع نفسه الحزينة التي أتعبها التخبط في سراديب الهلاك. في داخله بركان ندم وألم، لم يستطع أحد من المصلين إخماده، فانصرفوا لإكمال صلاتهم. وهنا يأتي صاحبه بعد محاولات، وبعد محاولات جاء صوت حمدان متهدجا بالبكاء ينم عن ثورة مكبوتة. أحقا لن يغفر الله لي، تركت الصلوات سنوات، لن يغفر الله لي. ثم عاد ليبكي، يبكي وهو يردد: لقد تركت الصلوات، لقد عصيت والدتي، والدي مات وأنا لم أصلي. أخذ صاحبه يهون عليه: يا حمدان، إن الله غفور رحيم، يا حمدان، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهنا يرفع حمدان رأسه وعيناه مخضرتان بالدموع، ونبرات صوته أصداء عميقة بشهقات كانت تتردد بين الفينة والأخرى: أحقا سيغفر الله لي، أحقا سيغفر الله لي. وما زال الإمام يتلو آيات الله تتحرك بها شفتاه وتهفو لها قلوب المصلين. بدأ حمدان يردد وهو يبكي: يا أرحم الراحمين، إن ذنوبي كثيرة لكن رحمتك أوسع. دخل في الصلاة وما زال يبكي. الذنوب القديمة تداعى بناؤها، خرج من قلب الأنقاض والغبار قلبا ناصعا مضيئا بالإيمان. أخذ يبكي حمدان وازداد بكاؤه، فأبكى من حوله من المصلين. توقف الإمام عن القراءة وانصرف من الصلاة، ولم يتوقف حمدان عن البكاء. بكى بكاء العودة والندم. انتهت الصلاة، فأقبل حمدان على الإمام وسلم عليه. خرج المصلين وحمدان بشوق ليقبل رأس والدته ويبشرها بعودته وعزيمته. خرج المصلين فإذا بسيارة الإسعاف عند مصلى النساء. ما الذي يجري عند النساء؟ يتصل الإمام بزوجته في مصلى النساء لتخبره بأن امرأة مسنة سقطت، تدعى أم حمدان. اندفع حمدان بين المصلين وهو يردد أماه، قفز في سيارة الإسعاف وهو يحتضن والدته: أماه ستكونين بخير، أماه لقد عدت إلى الله، عدت كما كنت تتمنين، عدت كما كنت بالدعاء تنادين وتلحين. أخذوها للمستشفى فأدخلت في العناية، وحمدان قلبه أصبح بين روض المسجد وبين غرفة العناية. جلس يتأمل في والدته، جلس يناديها: أماه ليتك تسمعين، أماه برحمة الله ستكونين بخير، أماه حين تخرجين سأخذك إلى مكة لنعتكف هناك، أماه ردي علي، أنا حمدان. يا الله أسألك لأمي الشفاء، يا الله أنزل على والدتي من رحماتك. جلس مع والدته، جلس حتى حان نداء الفجر، فذهب حمدان ليصلي في مصلى المستشفى. جلس حمدان في المصلى، جلس ساعة يلح على الله ويدعو الله. عاد إلى غرفة العناية، فإذا بالأجهزة قد رفعت، والأطباء
قد وضعوا عليها الغطاء، نظر إليهم فأخذوه، فلم يستطع أن يكلمهم إلا بالدموع. بكى حمدان، بكى وهو يردد: ربي ربي، لم يبقى لي إلا أمي، ماتت في المسجد ولم تعلم بتوبتي، ماتت وأمنيتها عودتي، كم كانت تتمنى أن تراني على استقامة قبل أن تموت. تمر الأيام وأشجان حمدان لا تزال، ولسان الحال: ماتت أمي وعيشتي صارت ضنا، واليوم جاوزت السنين والحزن باقي والحنين، وحس إني عايش في خلأ، لو انتحي محد فزع، لو اشتكي محد درى، مشتاق انام بحضنها وارجع باحلامي وراء، واذكر ليالي الزمهرير وانا صغير وبحضنها القى الدفا، وان سولفت رديت على الجنب اليمين، والصقت وجهي بصدرها حب ووفاء. كانت امي كانت تحكيني عن الام السنين، وبحشرجت صوت حزين، وتنهدت واحيانا نتنهد سوا، كانت تقول اني يتيمة من زمان، واضحك واسأل بازدراء: يا ميمتي انتي كبيرة، والكبير ما هو يتم وهذا قضاء. واليوم اعيش احساسها، دار الزمن بكاسها، واسقاني احزان اليتيم، وشربتها بليا رضا، واحس اني باقي يتيم رغم السنين، والعمر ولا وانقضى. تصدقون المشكلة، تصدقون المشكلة، ما هي فراق اللي تحب، الموت حق والدهر عمره ما صفى. المشكلة ذيك الجنان، المشكلة ذيك الجنان اللي تحت أقدامها، بغيابها غابت واراها الثرى. وذاك الدعاء اللي كان يرسم لي أمل، ما ينقطع صبح ومساء، بذاك الدعاء كانت أمور ميسرة، بذاك الدعاء كانت دروب مسرجة، بذاك الدعاء كان الزمان يطيعني، واليوم ينظر لي بجفاء، عشان انا عايش يتيم وفاقد الحب والحنين. صار الزمان يضدني كني الناس بها العدا، حنانها ما له مثيل وحبها ما له بديل، حب فطره الله من عالي سماء. وارجع واقول رغم السنين، احس اني عايش يتيم، لكني عايش في رجاء، في رجاء. رحم الله والدة حمدان، وثبت الله حمدان، وهنيئا للمقبلين، وطوبى والله للعائدين. انتبه أيها الشاب، إذا وجدت دمعة، إذا وجدت دمعة من قلبك، إذا وجدت لحظة ندم، فاستثمرها لله، وعش مع هذه الدموع لله، لتجد بوابة التوبة تناديك، وأنت تتذكر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. شتان والله شتان بين شاب كيف بدأ فوفقه الله للتوبة، وبين شاب على المعاصي لا يزال. كم نتألم والله ونحن نرى كثير من الشباب تنهار عقولهم وأجسادهم، تنهار قلوبهم في الصوارف والملهيات، فضلا عن المحرمات والمنكرات. بالله عليك، أما تأملت في أحوال كثير من الشباب؟ هواياتهم، جلساتهم، تجمعاتهم، ضاعت اهتماماتهم، فأقبلوا على الشهوات، لا يردهم حياء ولا يمنعهم خوف من الله. أتعب الآباء والأمهات، أتعب الأمهات في إيقاظهم للصلوات، أتعبوهن في السهر على عتبات الباب في كل ليل تنتظره، خوفا وقلقا عليه من المحرمات والممنوعات. وصل العشرين من عمره ولم يفكر فيما وقع من خطيئات. أتعب الآباء فلم يهتموا بنصحهم ولا بتذكيرهم، أتعبوا آباءهم في استدعائهم يوما في المخافر والهيئات، ويوما في المدارس والطرقات، ضيعوا الصلوات فضاعت أخلاقهم وذهب حياؤهم. فيا حسرتاه ويا خيبتاه يا من سيستمر مع هؤلاء. والله إن بعض الشباب، والله إن بعض الشباب، بعضهم لا ينامون ولا يقومون إلا على أصوات الشياطين. امتلأت سياراتهم وغرفهم بأشرطة الغناء والألحان، حتى تشربتها تلك القلوب ونطقت بها ألسنتهم، حتى أصبحوا
بكلمات الغزل والفحش يدندنون وعلى أنغامها يتراقصون. لكن والله سيندمون، سيندمون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. شباب أصبحت لا تميزهم، أهم رجال أم أشباه رجال؟ لبسوا السلاسل في أعناقهم كالبهائم، ووضعوا في أيديهم كما يضع النساء، وحفروا على متونهم وظهورهم الوشم والرسومات، وحدث ولا حرج في قصاتهم وما على رؤوسهم، ضيقوا الثياب وأسملوا البنطال، يتراقصون على أنغام الموسيقى والألحان. فلا تسألهم عن الحياء ولا عن الخوف من الله، أي هوية يحمل هؤلاء؟ وقد تشبهوا بالكفار فضاع دينهم وسقط إيمانهم. والله إن بعضهم قد رأيناه على الشاطئ وقد علق الصليب على صدره، فلما سألته قال من باب التسلية والتزين: فلا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. شتان والله شتان بين من حياته طاعات وقربات، وبين من حياته في الشهوات. شتان بين من حياته وقرة عينه في الصلوات، وبين من حياته في التدخين والمخدرات. شتان والله شتان بين شاب حياته وهمته أوصلته إلى الجنان، وشاب همته أهلكته بالمعاصي والخسران. شتان والله شتان بين شاب يقضي أوقاته في مقاهي الإنترنت والنظر إلى الممنوعات، وشاب يراقب الله في الخلوات. شتان والله شتان بين شاب جلساته طرب ولهو وبهتان، وبين شاب جلساته دروس ومواعظ وإيمان. شتان والله شتان بين شاب قدوته لاعب وفنان، وشاب قدوته أبي بكر وعمر وعثمان. شتان والله شتان بين من همه ألا تفوته المباريات والأفلام، وبين من همه ألا تفوته تكبيرة الإحرام. شتان والله شتان بين من في تسوقه يوزع الأرقام والمعاكسات، وبين من في تسوقه يوزع الأشرطة النافعة والمطويات. شتان والله شتان بين من وقته تدخين وإدمان، وبين من وقته علم وتربية ودعوة إلى الرحمن. وباب التوبة ينادي قبل أن تغرغر الروح، وباب التوبة ينادي، وباب التوبة مفتوح. إذا أراد الله لهذا الشاب خيرا رزقه قوة الرجاء. الشيطان قد جلس لك على طريق التوبة يقول لك: لم تتوب؟ لم تترك هذه المعاصي ما دمت قد ألفتها؟ لكن والله ثم والله، وأقسم موقنا بالله، إنك إن صدقت مع الله صدقك الله، وإن تركت شيئا لله أبدلك الله خيرا منه. من ابتلي بالشهوات والفتن والملهيات ثم أعرض عنها لله وفي الله، فإن الله لا يخيبه، فإن الله سيعوضه إيمانا يجد حلاوته في قلبه، وسيقذف في قلبه أنسا ولذة وسكينة لا يعلمها والله إلا من ذاقها وجربها. فلا تيأس من روح الله، هذه المعاصي والفتن لن تمنعك، لن تحول بينك وبين الله. من الذي ينادينا يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي؟ الرجاء في الله واليقين في الله. كم من أناس نعلمهم قد أسرفوا في المعاصي، ولكن الله من عليهم في آخر اللحظات بقلوب أقبلت بالصدق واليقين والحسرات، فبدل الله أحوالهم. لا إله إلا الله، كيف بدلت سيئاتهم حسنات؟ لا إله إلا الله، كيف تأذن الله، كيف تأذن الله بغفران الخطيئات وزيادة الدرجات؟ فردد وقلها، قلها إذا وجدت دمعة الندم، قلها إذا وجدت لحظة الندم، قلها: يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي، لا أتباكى أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي، وأخشى منك إذ ألقاك يا ربي. عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك، أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك. فلا إله إلا الله، كم من أبواب رحمة فتحها على عباده المسرفين، كم من أبواب بر وإحسان
أغدقها على عباده الموقنين؟ من الذي وقف ببابه فطرده عن بابه؟ من الذي جاءه مقبلا فلم يقبله؟ والله يا عبد الله ما دعوت الله وما رجوت الله وما ملأت قلبك بحب الله إلا أراك السعادة في الدنيا والآخرة. من الذي يناديك بقوله من أتاني يمشي؟ أتيته هرولة. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. من الذي يفرح بتوبة التائبين رغم ذنوبهم؟ من الذي يقبل المذنبين رغم خطاياهم؟ فما أرحمه وما أكرمه، لا إله إلا هو، يفرح بتوبة التائبين، يفرح بإقبال المقبلين. فمتى تتوب يا عبد الله؟ متى تنوب؟ متى ترجع إلى الله؟ من لم تعظه مشاهد الاحتضار فمن يعظه؟ من لم تعظه سكرات الموت فمن يعظه؟ يا غافلا تتمادى، غدا عليك ينادى، الموت في انتظارنا والله. فما أقسى تلك القلوب ونحن نعلم أن القيامة هي الموقف، وأن هذه الدنيا دار عمل واحتساب ليوم الحساب. نشيع الموتى ونصلي على الجنائز ونقف على الحوادث وننظر في تلك المواعظ، المواعظ التي نراها، المواعظ التي نسمعها، المواعظ التي ندفعها إلى المقابر، المواعظ التي نراها في المستشفيات، تلك المواعظ. لكننا وللأسف لا نعتبر ولا نتأثر، فيا حسرتاه ألا على من لم يعظه الموت، يا خيبتاه على من لم تعظه هذه المواعظ. تفكر يا عبد الله، تفكر في مآلك. والله إن مغسلي الأموات أصبحوا يعرفون، يميزون العاصي من المستقيم. هذا تتعفن جثته ورائحته، وهذا وجهه نور، وهذا وجهه أسود، وهذا جلده يتفتت بين أيديهم، وهذا وهذا. يذكر لنا أحد الشباب يقول: توفى أحد أقربائي بحادث، يقول: في اليوم التالي ذهب والدي مع والده، ذهبوا إلى المستشفى ليتثبتون من الجثة. يقول: وكنت مع والدي، فلما جينا إلى المستشفى أخذنا المختص إلى الثلاجة، عندما كشفوا لنا عن وجهي فإذا بمنظر لا يصدق. يقول: والله لقد رأيت عينيه قد تشققت وتفطرت وكأنها تخرج من وجهه، وقد تغير لونه تماما وكأنه شخص آخر. خرجنا يقول: وأنا والله لم أستطع أن أنام تلك الليلة، اتصلت بأحد المشايخ وشرحت له ما رأيت، فسألني: بالله كيف قريبك هذا؟ كيف هو مع الصلاة؟ فقلت: والله كان متهاونا جدا. فقال: هذا هو أثر هذا التهاون، فلا إله إلا الله، كان متهاونا وهكذا يكون شكله، فماذا إن كان تاركا؟ فيا حسرتاه وويل ثم ويل له. أين الذين سمعناهم يرددون: لم نركع لله ركعة؟ يا حسرتاه، أين الذين يرددون: لم نسجد لله سجدة؟ أين الذين تمر عليهم السنوات ولا يبالون بصلاة الفجر؟ نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فيا أخي، لا تكن ممن يفضح يوم موته، لا تكن ممن يفضح يوم موته، احذر سوء الخاتمة، علامة الشقاء في الدنيا قبل الآخرة. كم نادى مناد والقلب يحترق من الألم، وكم نادى مناد وقد تلطخ بالذنوب فجاء بالندم، جاء يطلب العفو من الله، فإذا بالله عز وجل، فإذا بالله يفرح بتوبته. فماذا تنتظر؟ رجع كيوم ولدته أمه. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. متى يا عبد الله؟ يا سالكا طريق الغافلين، يا راضيا بطريق الجاهلين، متى ترى هذا القلب القاسي لي؟ متى تبيع الدنيا وتشتري الدين؟ ليت شعري بعد الموت أين تذهب؟ رحم الله من اعتبر وتأهب. تأمل معي نداء الله.
وأنت تقرأ القرآن. انظر في سعة رحمة الله عز وجل، نداء الله للتائبين في آياته، لما قال الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال بعدها إلا الذين تابوا. لما قال الله خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، قال بعدها إلا الذين تابوا. لما قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال بعدها إلا الذين تابوا. لما قال الله ولهم في الآخرة عذاب عظيم، قال بعدها إلا الذين تابوا. لما قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال بعدها أفلا يتوبون إلى الله. لما قال الله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، قال بعدها إلا من تاب. لما قال الله فسوف يلقون غيا، قال بعدها إلا من تاب. لما قال الله وأن عذابي هو العذاب الأليم، قال قبلها أنا الغفور الرحيم. لما قال الله فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، قال قبلها ثم لم يتوبوا. فيا حسرتاه إذا دعيت إلى التوبة وما أجبت، وأسفاه إذا جاء الموت وما أنبت. عودوا إلى ربكم يا شباب، عودوا وأعلنوها توبة نصوحة. انتبه أيها الشاب، لا تلهيك المعاصي، لا تلهيك الشهوات، لا تلهيك المحرمات حتى يقسو القلب ويموت على هذه المعاصي. عد إلى الله وتب إلى الله توبة من الشيطان وأعوانه، توبة من ترك الصلوات، توبة من هجر القرآن، توبة لا رجعة فيها من الفواحش والمحرمات، توبة من شهوة الهلاك المخدرات. أعلنوها وقولوها، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فالكل غدا بين يدي الله، لا مفر من الله إلا إلى الله، ولا معاذ من الله إلا إلى الله. فإن الذين يلحقون بركب التائبين، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قل بلى والله قد آم، قل كفاني ذنوبا وعصيا، قلها قبل فوات الأوان. فيا فرحة التائبين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فألحوا على الله بالدعاء أن تكونوا مع السعداء. عليك بالخمس صلوات في المسجد، لا تفرط فيها أبدا، عليك بالخمس صلوات في المسجد. ابدأ يومك مع الله بصلاة الفجر، ثم عليك أن لا يمر عليك اليوم إلا وتقرأ شيئا من كلام الله. لا يمر عليك يوم لا تنطرح بين يدي الله بكلامه، وتقبل على مواعظ القرآن لتحيي هذه القلوب لطاعة علام الغيوب. ولا يمر عليك الشهر، وإن استطعت الأسبوع، لا يمر عليك إلا وتصوم لله. فلا إله إلا الله لن يمنع الشهوات عنك، ولن يكبت هذه الغرائز في عروقك ودمك إلا الصيام، إلا الصيام. فالله الله أحبتي في الله، صلوات تقرب إلى الله، وقرآن تقرب إلى الله، وصيام تقرب إلى الله، فسيرزقك الله بالثبات بعد التوبة. اللهم أنت المدعو بكل لسان، المقصود في كل آن. لا إله إلا أنت غافر الخطيئات، لا إله إلا أنت كاشف الكروبات، لا إله إلا أنت مجيب الدعوات ومغيث اللهفات، لا إله إلا أنت. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إن طردتنا عن بابك فإلى باب من نلتجئ، وإن قطعتنا عن خدمتك فخدمة من نرتجي. اللهم إن عذبتنا فإنا نستحق العذاب، وإن عفوت عنا فأنت أهل الرحمة والمغفرة. نعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك، ونعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك، ونعوذ بك من دعاء لا يصل إليك، ونعوذ بك من عين لا تبكي من خشيتك. يا أرحم الراحمين، يا خير الغافرين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضعين الذليلين. ندعوك دعاء الخائفين الوجلين، سؤال من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم،
وفاضت لك عيونهم وذلت لك قلوبهم أن تتقبل منا أجمعين. اللهم وفقنا للتوبة والإنابة، اللهم وفقنا للتوبة والإنابة، اللهم وفقنا للتوبة والإنابة، وافتح لأدعيتنا الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجابه. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم اقبل توبة التائبين، واغفر ذنب المذنبين، واقبل الشباب والشيب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم الهمنا القيام بحقك، وبارك لنا في الحلال من رزقك، ولا تفضحنا بين خلقك، يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج، يا قاضي الحاجات ويا رافع الدرجات ويا مجيب الدعوات، يا رب الأرض والعرش والسماوات، سألناك فحقق رجاءنا فيما تمنينا، يا من يملك حوائج السائلين، نسألك عفوك وحلاوة مغفرتك يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، إلا بذنب مغفور. اللهم زين الإيمان في قلوبنا، اللهم زين الإيمان في قلوبنا، اللهم زين الإيمان في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم ثبتنا بلا إله إلا الله، ثبتنا بها في الحياة، ثبتنا فيها عند الممات، ثبتنا فيها يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا الخطيئات والزلات يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم اجعلنا ممن تقول لهم في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، قد بدلت سيئاتكم حسنات، قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الأخيار، عدد ما غرد طير وطار، وعدد ما استغفر المستغفرون في الأسحار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.